بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة المحاضرة السادسة هنتكلم فيها ان شاء الله، عنوانك هو عبارة عن اويل بولز او برك البترول وحقوله. ببساطة هنتكلم النهاردة البترول تواجده في باطن الارض بيخرج ازاي، بيطلع من اي روك، من اي مكان او اي حيز في باطن الارض. هي الصفات الاساسية اللي لازم الاقيها عشان الاقي بترول، ايه هي المتطلبات الاساسيه لتواجد وايه وتراكم البترول في باطن الارض. ده عباره عن عنوان محاضره النهارده والعناصر الاساسيه اللي هنتكلم فيها. ابتداء بلفظ اويل بول، كثير من الناس يا اولاد بيعتقدوا ان احنا بنحفر بير عشان يوصل لايه، لما يسمى بكهف في باطن الارض عشان يطلع البترول. ده الاعتقاد السائد عند كثير من الناس، ان البترول موجود في كهف في باطن الارض فاحنا بنحفر بير عشان يطلع لي البترول الموجود في باطن الارض. طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحه. البترول اللي موجود هو عباره عن اويل، سواء كان جاس او اويل، في صوره غازيه او في صوره سائله، موجود داخل الفراغات ما بين الحبيبات المكونة للخزان، في الفراغات المينية ما بين الصخور المكونة أو الحبيبات المكونة للخزان. وبالتالي لفظ أويل بول عبارة عن مصطلح بيطلقه الجيولوجيون ومهندس البترول ليدل على الطبقة الحاملة للبترول. طبيعي أن في كثير من الأحيان يا أولاد أن البير مش لازم ينزل على خزان واحد أو على بركة بترول واحدة في باطن الأرض، زي الصورة الموجودة على اليمين دي، تلاقي البير الواحد اللي موجود فوق دهوت نازل على أكتر من خزان، اللي هو المظللة باللون الأسود ده. فممكن البير الواحد يوصل على أكتر من خزان وأكتر من تتابع في باطن الأرض، وبالتالي تواجد البترول قد يتتابع في تكون رأسي في قطاع الرسوب الواحد أو تتتالى أفقيا زي الموجود على إيدك الشمال. تلاقي البترول يا اما يتواجد في داخل الخزان في اكتر من خزان تتابع رأسي، او ممكن يتتابع البترول الموجود في الخزان كتتابع افقي زي الموجود في الصورة على اليمين، الصورة الموجودة على الشمال اللي هي متظللة باللون البرتقالي. الكلام واضح كده يا اولاد؟ ادي اول جزئية هي عبارة عن اويل بول. السؤال زي ما اتفقنا في بداية المحاضرة يا اولاد، ما هي الشروط اللي لازم توافرها لتواجد البرك البترولية؟ ايه هي الشروط اللي لازم توفرها عشان الاقي بترول في مكان ما؟ اربع شروط اساسيه، ابتداء بالصخر الاهم واللي بدونه النظام البترولي او البركه البتروليه مش هلاقيها، وهو عباره عن صخر المصدر. اتنين، صخر الخزان او المستودع او المكمن ريسيرفوار روك. رقم ثلاثة، الكاب، صخر الغطاء او صخر العازل او السيل روك. واخيرا المتطلب الرابع وهو عباره عن المصيده او التراب. عاوزين نتعرف في كل من الشروط الأربعة دهما، عاوزين نتكلم في كل واحدة فيهم. هنتكلم فيها تعريف صخر المصدر أو تعريف عامة التعريف. رقم اتنين، إيه هي الشروط اللي لازم تتوفرها عشان يبقى صخر مصدر أو صخر خزان أو صخر غطاء أو صخر مصيدة. رقم تلاتة، يبقى رقم واحد كتعريف، رقم اتنين صفاته، رقم تلاتة الأمثلة. هنتكلم في كل واحد من الأربعة دول في التلات عناصر دول، تعريف، صفات، وأخيرا أمثلة موجودة. تمام كده يا شباب؟ طبعا لازم هذه الشروط الاربعه يكونوا موجودين، سواء صخر المصدر او الخزان او الغطاء او المصيده، لازم يتواجد عشان الاقي بترول. احب اكد في المعلومات كولاد ان الحاجات اللي انا بقولها او بشرحها في خلال هذه المحاضرات عباره عن معلومات هامشيه، لكن الكلام فيه تفاصيل التفاصيل اكتر واكتر عن البترول. فاحنا بندي لكم شباب الحاجات اللي يعني تدي لك ان انت غير متخصص في هذه الجزئيه، فبندي لك الحاجات اللي تدي لك الايه، المعنى العام فقط. حبيت بس اكد على هذه المعلومه. اول حاجه يا اولاد هي عباره عن السورس روك. صخر المصدر هو عباره عن الصخر الذي يتميز بمجموعه من الصفات الاتيه، بس الاول نقول التعريف. صخر المصدر هو عباره عن صخر قادر على توليد وانتاج المواد الهيدروكربونيه بكميات اقتصاديه. كل كلمه في هذا التعريف له معنى. طبعا صخر اولا قادر ان هو يولد، رقم اثنين ان هو قادر على الانتاج، رقم ثلاثة لازم تكون كميات المواد الهيدروكربونية سواء كان اويل او جاز او ميكسد ينتجوا بكميات كوميرشال، كمية اقتصادية. فواحد يقول طب هل التعريف توليد وانتاج يعتبر معنى واحد؟ اقول له لا، هو صخر زي ما نقول دلوقتي فيه صفات كتيرة
قادر ان هو يولد المواد الهيدروكربونيه، لكن ما فيش عوامل خارجيه تساعده ان هو يعمل على انتاج هذه المواد الهيدروكربونيه، فلازم عوامل خارجيه زي الضغط والعوامل التانيه المصاحبه مع صخر المصدر. تمام. وبالتالي في عندك فرق ما بين توليد وانتاج. توليد انه في صفاته يعتبر صخر مصدر، لكن لازم بمساعده العوامل الخارجيه، زي بالظبط كده يكون عندك اسفنجه وفيها ميه، عمر الاسفنجه طبعا ما تطلع الميه الا بمساعده الضغط الخارجي. نفس القصه بالظبط يا شباب، هو عباره عن لازم ضغط من الصخور اللي بتعلو صخر المصدر عشان ينتج المواد الهيدروكربون الموجوده جواه. بالتالي كده عرفنا الفرق بين كلمه توليد وانتاج. ايه هي الشروط اللي لازم توفرها؟ اول حاجه لازم يكون رقم واحد كده يا اولاد، لازم يكون غني عضويا. يعني غني عضويا يعني فيه نسبه مواد عضويه كافيه ان هو يكون صخر مصدر. في ناس قالوا نص، او ممكن يكون واحد، او ممكن يكونوا اتنين. ودي بنعرفها بطريقه بسيطه جدا، ان بدخل العينه بتاعتي في داخل فرن، في هذه الصخره او الصخر اللي دخله في الفرن عباره عن صخر معلوم الوزن قبل ما ادخله، يتم حرق الصخر الموجود عندك. ناتج الحرق هيكون عباره عن كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. الجهاز بيكون حساس لكميه ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلع عندي من الصخر، وبالتالي بيبدا يحسبها لي بالنسبه للوزن الاصليه للصخر، وبالتالي اقدر اقول الصخر فعلا غني عضويا ولا غير غني عضويا. الطريقه اسمها بايرولوس بالانجليزي، او طريقه الانحلال الحراري. واضح كده يا اولاد؟ عن طريق اعرف الصخر المصدر اللي عندي غني عضويا ولا فقير عضويا. رقم اثنين، لازم يكون دقيق الحجم الحبيبي. الحبيبات اللي موجوده لدى الصخر لازم تكون دقيقه، صغيره، حجم حبيباتها صغير. ليه مش حجم كبير؟ دي عشان ضمان حفظ المواد العضويه ايا كان نوعها، بعيدا عن الاكسجين الهواء الجوي الموجود في الجو او الموجود في قلب الميه، وبالتالي ضمان حفظها بعيدا عن تاثير الهواء اللي جو في جواها بكتيريا وفانجي اللي ممكن يعمل على تحلل المواد العضويه. بالتالي انا عاوز حفظ كويس المواد العضويه. هيتم فين؟ يفضل يكون في صخر مصدر دقيق الحجم الحبيب، حبات صغيره. كذلك لازم صخر المصدر ينزل في باطن الارض على عمق كبير عشان يتعرض لحراره وضغط من عمليات فيزيائية وكيميائية وعمليات بيولوجية، فلازم يكون صخر مصدر ناضج عشان يطبخ المواد العضوية، المواد العضوية تتحول إلى بترول. تمام كده يا أولاد؟ كذلك من ضمن الصفات إنه صخر قادر على توليد وإنتاج البترول. طبعا عرفنا كلمة الفرق بين توليد وإنتاج، إكسبلجن وبرودكشن. صخر المصدر اللي بالصفات ده هي بيتواجد في بيئات مختلفة، بيحصل له ترسب في بيئات مختلفة، يتواجد في بيئات مختلفة زي البيئات البحرية وكذلك البيئه الدلتاويه وكذلك بيئه البحيرات. مين من امثله الصخور اللي تتميز بهذه الصفات؟ صخر الطفله، الصخور الجاريه، الشعاب، الطين، المار، الفحم. دي كلها عباره عن صخور كلها تتميز بانها صخور مصدريه مهمه. واضح كده يا اولاد؟ احب ابين بس معلومه، الشعاب المشهور يا اولاد ان اكتر كائن يكون جسم الشعاب هو المرجان، عشان كده يقول لك الشعاب المرجانيه. لكن في كائنات كتيرة بتكون الشعاب، منها الفرومنيفرا، وكائنات مختلفة بتكون جسم الشعاب، عبارة عن كائنات هلامية لها القدرة ان هي تثبت كربونات الكالسيوم الدايبة في المية. المية فيها أملاح كتيرة، من ضمن الأملاح CaCO3، كربونات الكالسيوم، بتبدأ يثبت يعني يمتص الملح كالسيوم الكربونات الدايبة في المية عشان يبني الهياكل بتاعتها. هذه الهياكل بتكون أحجام صغيرة وأحجام كبيرة جدا عملاقة، ممكن يوصل من قاع البحر أو المحيط حتى السطح، فأحجامه عملاقة، ممكن أحجامه تكون صغيرة، هو متنوع في الأشكال. يموت الكائن الحي في قلب الفجوة اللي كان عايش فيها وينطمس عليه الرواسب ويكون صخر مصدر مهم جدا للبترول. واضح كده يا أولاد؟ دي بالنسبة للشعاب وتكوينها بيكون عامل إزاي. أما بالنسبة لأنواع صخر المصدر، دي أمثلة لصخر المصدر. إيه هي بقى أنواع صخر المصدر؟ قبل ما نتطرق لأنواع صخر المصدر، الاتنين دول وقفوا قدام طبقة اللي هي الطبقة السوداء دهيت، فأحدهما اللي بيمسك العينة قدامك دهوت بيقول للآخر أو الراجل اللي هو الساينتست الكبير دهوت، بيقول له دي يعتبر صخر طفلة مهم للبترول. فبيقول له هل تعتقد إن هذه الصخرة الموجودة منتج للبترول ولا لأ؟ فالراجل التاني قال له هو صخر مصدر مهم المعروف عن الطفلة، غني عضويا وبترسب في بيئات بحرية ودقيق الحجم وكله فيه كل الصفات المهمة، لكن لم ينطمس هذا الصخر على عمق كبير في باطن الارض. المفروض ينطمس على عمق بتتكلم مثلا في حدود 3 كيلو في باطن الارض زي ما قلنا، عشان يحصل نضج للمواد العضويه وبالتالي انتاج البترول. وبالتالي هذا صخر مصدر موجود على السطح، ما تعرضش الحراره، وبالتالي لا يعتبر صخر مصدر منتج للبترول. واضح يا اولاد؟ اما بالنسبه لانواعه،
فمبدئيا كده يا اولاد لو جيت تحفر ابار في خليج السويس هتلاقي بيطلع الابار بتطلع زيت، اما لو حفرت ابار في منطقه الدلتا زي اللي احنا عايشين عليها دلوقتي في منطقه الدلتا هتلاقي بتطلع احوالها غاز، اما لو جيت تبص في الابار اللي اتحفرت في الصحراء الغربيه تلاقي بتطلع في اغلب احوالها ميكسد ما بين خليط ما بين جاز واويل، اويل وايه وجاز، غازات وايه وزيت خام. تلاحظ ان في كل منطقه من التلات اماكن كل واحد بيطلع نوع معين من الهيدروكربون مختلف عن الاماكن التانيه. ايه السبب في حاجه زي كده؟ السبب بيرجع اساسا الى اختلاف نوع صخر المصدر. فلو كان عندك صخر المصدر بيحتوي على ماده عضويه عباره عن طحالب الجي، وهذه الطحالب اتدفنت في ظروف لا هوائيه بعيده عن الاكسجين يعني في البحيرات العميقه وكذلك في الاماكن البحريه العميقه، هينتج في هذه الحاله بعد نضج المواد العضويه وتعرضها للحراره والضغط هيدي لك زيت. وبالتالي ادي اول نوع من انواع صخر المصدر، صخر مصدر من نوع واحد، معروف ان صخر مصدر من نوع واحد عباره عن بقايا عضويه من نوع طحالب، بينتج ايه؟ بينتج زيت. واضح يا اولاد؟ اما بالنسبه للنوع الثاني فبيتكون من مواد عضويه عباره عن بقايا هائمات وبقايا بكتيريه، بلانكتونز وبكتيريال اير ريمينز. وهذه المواد العضويه تدفن برضه في ظروف لا هوائيه، انوكسيك وسب اوكسيك انفايرمنت. بعد عمليات النضج ممكن يكون قادر على توليد الزيت والاي والغاز زي الموجود عندنا في منطقه الايه الصحراء الغربيه. اما بالنسبه لو كان مواد العضويه عباره عن بقايا نباتات ارضيه سواء كان عباره عن نباتات اشجار سيلولوز لجنين، واتدفنت هذه المواد العضويه وتعرضت لتحلل بواسطه البكتيريا والفطريات واتدفنت في ظروف مؤكسده او شبه مؤكسده ديزوكسيك وظروف اوكسيك، هيكون صخر المصدر في هذه الحاله قادر على انتاج الغاز فقط مع بعض كميه قليله كده من الزيت، هسميه الزيت المصاحب. مصاحب لمين؟ مصاحب للغاز، عشان كده بيسموه زيت مصاحب. مصاحب لمين؟ للغاز. واضح يا اولاد؟ وبالتالي الطحالب زي الموجود في خليج السويس، بقايا نباتات زي الموجود في منطقه الدلتا، اما بالنسبه للنوع اللي هو الثاني فده عباره عن زي الموجود في منطقه الصحراء الغربيه. واضح يا اولاد؟ فلما اقول لك النوع الثالث من صخر المصدر تقول لي على طول ده عباره عن بقايا نباتات، بينتج ايه؟ بينتج غاز. لو عباره عن بقايا هيمات وبقايا بكتيريه على طول ينتج ايه ده؟ ينتج بقايا ايه؟ ينتج خليط من الزيت والغاز. طب لو كان عندي بقايا طحالب على طول ينتج لي زيت من نوع زيت شمعي. واضح يا اولاد؟ او الواكسي اويل. دي بالنسبه لأنواع صخر المصدر، بقايا طحالب، بقايا هيمات وبقايا بكتيرية، والنوع التالت عبارة عن بقايا نباتات أرضية، دي بنتج زيت، دي بنتج ميكسد أو خليط من الزيت والغاز، والنوع التالت بنتج إيه؟ مينلي أو الغالبية عبارة عن غاز مع بعض الزيت الإيه المصاحب، واضح كده يا أولاد؟ تمام، المتطلب التاني عشان ألاقي بترول بعد ما خلصنا صخر المصدر وعرفناه وقلنا الكاركترستكس بتاعته أو صفاته وكذلك أنواعه والأمثلة عليه. النوع الثاني هو عبارة عن صخر المستودع الخزان أو المكمن، دي عبارة عن خزانات اللي بتحتوي على تراكم البترول في باطن الأرض، فهو عبارة عن بمثابة تجمع سفلي، سفلي يعني في باطن الأرض تحت سطح الأرض، واللي بيحتوي على صخور ذات مسامية ونفاذية عالية أو بها تشققات بالنسبة للصخور مثلا النارية والمتحولة، ألاقي فيها تشققات فدي بتسمح على احتواء النفط بداخله. هي الشروط اللي لازم توفرها لوجود المكمن او الشروط المفروضه تتكون في المكمن تكون موجوده في المكمن، لازم يتميز بانه صخور ذات مساميه عاليه وكذلك صخور ذات نفاذيه عاليه. وهنتكلم دلوقتي بالتفصيل يعني ايه مساميه ويعني ايه نفاذيه. يبقى من صفات صخر المستوطع الخزان انه صخره ذات مساميه عاليه وصخر ذات نفاذيه عاليه. مين من الصخور بالامثله ديت؟ طبعا الرمل من ضمن اشهر الصخور على مستوى العالم كصخر خزان هو عباره عن الرمل او الحجر الرملي. الفرق بين الاثنين ان الحبيبات بتاعه الصخر ملتصقه ببعضها البعض، ده الفرق ما بين الرمل والحجر الرملي. اما انواع التانية زي الحجر الجيري وكذلك الدولومايت وكذلك الشعاب، يبقى احنا كده قلنا الشعاب ينفع كصخر مصدر وكذلك ينفع كصخر ايه خزان او مستودع. وكذلك الصخور القاعده، صخور القاعده دي المقصود بها الصخور الناريه والمتحوله، بس لازم تكون مهشمه. يعني مهشمه يعني فيها شقوق وبالتالي تسمح باحتواء النفط بداخله. واضح يا اولاد؟ اما بالنسبه لصور كده لبعض صور الخزانات زي مثلا الصوره الاولانيه على ايدك الشمال، دي عباره عن بعض انواع الشعاب بس طبعا نتيجه انه موجود في باطن الارض فتغير شكله شويه. برضو نفس الكلام الصوره اللي على اليمين تحت برضو عباره عن كور، اكسلنت كور، بيبين لك برضو شكل الشعاب بيكون عامل زي بس هو لسه محتفظ بشكل حتى الايه
الاصداف حتى لسه واخده نفس شكل الاصداف، وحتى الشقوق والحاجات برضو موجوده ومميزه للشعاب برضو، بعض انواع الرمل او الحجر الرملي، وكذلك برضو ايه بعض انواع الايه الخزانات الموجوده عندك. واضح يا اولاد؟ المسميه بكل بساطه يا اولاد لو جيت تشوف الصوره اللي على ايدك الشمال تحت دهيت، عباره عن حبيبات باللون الاصفر دهيت، وهذه الحبيبات تفصل ما بينها فراغات، وهذه الفراغات ممكن تكون مملوءه بالميه او بالهواء او بالايه او بالغازات. واضح يا اولاد؟ فبالتالي المسميه هي عباره عن ايه كتعريف، هي عباره عن حجم المسمات اللي هي باللون الازرق دهيت او واخده باللون السماوي دهوت اللي موجوده بين الحبيبات يعني، الى الحجم الكلي للصخر. المقصود بالحجم الكلي هو عباره عن المسمات بالفراغات بالايه بالمعادن التانية اللي موجوده عندك، دي بسميها الحجم الكلي. وبالتالي المسميه عباره عن الحجم المسمات الموجوده الى الحجم الكلي للصخر. واضح يا اولاد؟ المسميه ممكن تكون مطلقه ابسوليوت او ممكن تكون فعاله، دي شكل المسميه بيكون عامل كده. المسميه المطلقه يا اولاد احنا قلناها هي عباره عن حجم الفراغات الى الحجم الكلي للصخر، اما بالنسبه للمسميه الفعاله لازم تكون الفراغات متصله ببعضها البعض، مش كل مسمى منفصل او منعزل عن الاخر، لا، زي الصوره اللي على اليمين ديت، الفراغات متصله ببعضها البعض. وبالتالي حجم الفراغات المتصله الى الحجم الكلي للصخر بسميها المسميه الفعاله. وطبيعي ان هذه المسميه ايا كان نوعها بتقل مع عمق الدفن. ليه؟ عشان بيزيد الحموله على الصخور، وبالتالي اما بيزيد الحموله على الصخور بيضغط على الحبيبات اللي بتضغط على بعضها البعض، فبتقل المسمات ما بين مين؟ ما بين هذه الفراغات. السؤال بقى يا اولاد، السؤال ايه اللي بيحكم شكل وحجم المسامات ما بين الصخور؟ حجم المسامات ممكن يكون كبير او صغير، ممكن يكون حجم واحد او حجم مختلف. ايه اللي بيحكم المساميه بتاعت طبقه الخزان كعدد او حجم؟ رقم واحد شكل الحبيبات، هل الحبيبات اللي عندك دائريه ولا حبيبات عندك ايه ماهيش منتظمه الشكل زي الشكل الموجود عندك ده؟ طبعا كل ما كان عندك شكل حبيبات منتظم شكل دائري كل ما تزيد مين؟ كل ما تزيد المسميه. وكل ما كان عندك شكل حبيبات شكل ماهوش منتظم شكل عشوائي بتقل المسميه. كذلك حجم الحبيبات، طبعا كل ما زاد عندك حجم الحبيبات كل ما يزيد حجم الفراغات ما بين الحبيبات. انا بتكلم على الحجم دلوقتي، لو جيت تقارن ما بين حجم حبيبات كبير للخزان وحجم حبيبات صغيره، الحجم الحبيبات الكبير هيفصل ما بينه حجم حبيبات صغير كبير، حجم حبيبات كبير حجم الفراغات هيكون كبير. واضح يا اولاد؟ لكن عدد الفراغات هيكون قليل. بالمقارنه لو كان حجم حبيبات الخزان صغير، لو كان عندك حجم الحبيبات صغير هيكون حجم الفراغات صغير، لكن عدد المسام هيكون عدد ايه؟ عدد كبير. واضح يا اولاد؟ وبالتالي كل ما يزيد حجم الحبيبات تزيد حجم الفراغات او حجم المسامات ما بين ايه الحبيبات. كذلك وجود الماده اللاحمه، الماده اللي بتلزق وبتمسك الحبيبات ببعضها البعض. اكيد طبعا كل ما يكون عندك الصخر مفكك تزيد المساميه، وكل ما المواد الحبيبات تلتحم ببعضها البعض هيقل الفراغات ما بين الحبيبات وبالتالي هتقل المساميه. كذلك طريقه الرص، هل الحبيبات بتاعت الخزان مرصوصه ولا غير مرصوصه؟ ولو كانت حتى مرصوصة بتختلف حتى المسام ما بين الحبيبات، فعندك الشكل على اليمين والشكل على الشمال فوق، عندك الرص اللي هو المعياني أو الرص المثلثي، والرص اللي على الشمال هو الرص المكعبي. عرفته ازاي؟ لو خدت نص من ايه من ايه من السنتر بتاع كل حبيبة وصلها ببعضها البعض تلاقي عندك الشكل بيطلع مثلث زي الشكل على اليمين، ولو جيت على الشمال هتلاقي لو جيت توصل السنتر بتاع كل حبيبة ببعض بالحبيبات اللي جنبها هتلاقي بيدي لك شكل ايه مربع أو شكل مكعب. حجم الفراغات مختلف وشكل الفراغات برضو مختلف، وبالتالي حتى في طريقة الرص هيختلف حجم الحبيبات وبالتالي حجم الفراغات ما بين الحبيبات. واضح يا اولاد؟ طبعا الرص المكعبي هو بيكون اعلى الرص في زيارة المسامية. كذلك درجة فرز الحبيبات، بمعنى هل الحبيبات المكونة للخزان من نفس الحجم؟ هل الحبيبات كلها من نفس الحجم ولا حبيبة كبيرة وحبيبة صغيرة وحبيبة اصغر فاصغر؟ طبعا كل ما عندك الحبيبات تكون عندك مختلفه في الحجم، الحبيبه الصغيره بتخش ما بين الفراغات الايه الاكبر منها، والحبيبه الاصغر بتخش في الفراغ الايه الاصغر منها، وهكذا حتى ايه تقل المسام ما بين الحبيبات. لكن ما كل ما يكون حجم الفراغات او حجم الحبيبات المكونه للخزان من نفس نوع الحجم والسورتد يعني، طبعا هتزيد المساميه.
أما بالنسبة للعامل السادس هو عبارة عن عمليات ممكن تلي الترسيب، بعد ما الصخر بترسب ممكن يتعرض لعمليات ضغط أو عمليات إذابة، فممكن يزود أو يقلل من المسامية. طبعا بتزيد مع الإذابة، المسامية بتزيد مع الإذابة، وطبعا هتقل مع الضغط اللي بيقلل الفراغات ما بين الحويبات. ديت بشكل عام العوامل اللي بتؤثر في المسامية بتاعة طبقة الخزان: شكل الحبيبات، حجم الحبيبات، وجود المادة اللاحمة، طريقة رص الحبيبات، درجة الفرز السورتنج، وكذلك العمليات أو الدايجينيسيس اللي هي تالية للترسيب، الضغط والإيه والإذابة. واضح يا ولاد؟ أما بالنسبة للنفاذية كمتطلب تاني لصخرة المستودع الخزان بعد ما قلنا المسامية، وتعريف النفاذية وردي عبارة عن قدرة الصخر على إنفاذ السوائل والموائع خلاله. هل الموائع سواء كان جاس أو أويل أو ووتر، هل بيلاقي صعوبة أو سهولة أثناء مرورها في الصخر؟ كل ما كانت الصخر بيسمح بمرور الموائع خلاله، السوائل خلاله، كل ما زادت مين النفاذية. واضح يا ولاد؟ وبالتالي كل ما كانت المسمية الفعالة عندك عالية، أو الأكتيف بروست عالية أو الإفكتيف بروست عندك عالية، كل ما هتزيد النفاذية. وبالتالي النفاذية عبارة عن قابلية الصخر على السماح للموائع بالمرور من خلالها. واضح يا ولاد؟ بحيث تكون الصخرة مشبعة بالإيه؟ بالمائع. وطبعا تقاس النفاذية بوحدة اسمها وحدة الدارسي، على اسم عالم اسمه دارسي. واضح يا ولاد؟ نفس العوامل تقريبا اللي قلناها بالنسبة للمسامية، هي تقريبا نفس العوامل اللي ممكن تؤثر بشكل كبير على نفاذية الطبقة المكمنية، وهي صفات المسامات وشكل القنوات والمسارات سواء كانت مستقيمة أو متعرجة، معدل حجم المسامات، المسامية الفعالة، شكل المسامات، درجة التسميد بمعنى وجود المادة اللاحمة ونوعها إيه، هل هي عبارة عن مادة لاحمة من نوع جير ولا من نوع طيني ولا من نوع سيليكي ولا إيه بالظبط. كذلك بالنسبة للصخور اللي هي الصخور النارية والمتحولة، وجود الشقوق ومقدارها وارتباطها ببعضها البعض. واضح يا أولاد؟ ديت هي عبارة عن النفاذية كتعريف، وكذلك العوامل التي تؤثر فيها. ثالث متطلب لتكون وتواجد البترول هو عبارة عن السيل أو الكابروك أو صخر الغطاء، الصخر العازل، وهي عبارة عن الصخر الذي يمنع البترول من الهجرة من مكانه. لكن في أغلب الأحوال ممكن يتكسر هذا الصخر الغطاء ويهاجر البترول من مكان إلى آخر. فشطارة صخر الغطاء إنه بيمنع هجرة البترول من مكان إلى آخر، وبالتالي عبارة عن صخرة صخرية صماء غير منفذة، وفي أغلب الأحوال المفروض تعلو صخر الخزان عشان تمنع الهجرة الإيه الرئيسية للنفط. من أمثلة هذه الصخور اللي بتتميز بهذه الصفات زي الطفل والطين، كذلك الجبس والأنهيدرايت، وكذلك ملح الطعام. واضح يا ولاد؟ وطبعا هذه الصخور بتمنع هجرة البترول طبعا لملايين السنين. واضح يا ولاد؟ فطبعا نتيجة الضغط المستمر من الأويل اللي موجود تحته دايما دايما بيفضل يضغط على صخر المصدر لغاية ما يكسره في أغلب الأحوال. واضح يا ولاد؟ وديت صورة بتبين لك شكل صخر الكابروك بيكون عامل ازاي. واضح يا ولاد؟ بيكون عامل كده، هي عبارة عن صخرة تعلو التراكم اللي هو مظلل باللون الأسود ده، اللي هو عبارة عن الأويل الموجود في صخر الخزان أو الريسيرفوار روك. هو صخر بيعلو الخزان وبيمنع الإيه هجرة البترول من مكان إلى آخر. واضح يا ولاد؟ لكن زي ما قلت لك لازم يحدث الظاهرة الموجودة قدامك إن البترول بيكسر صخر الإيه الغطاء زي ما انت شايف كده، وايه وبيبدأ يهاجر. لو ما لقاش صخر غطاء تاني ممكن يفضل يهاجر لغاية ما يوصل زي ما انت شايف كده على السطح، ويظهر في صورة ايه تسربات بترولية، او زي الصورة دي برضو يا ولاد، دي عبارة عن برضو بترول هاجر من باطن الارض نتيجة ان هو كسر صخر المين، صخر الغطاء او صخر الغزال طبعا الموجود في منطقة جمسة في الساوث ويست بارت اوف خليج السويس، جلف اوف سويس، المنطقة الجنوبية الغربية لخليج السويس في منطقة جمسة، أشهر الأماكن اللي بيحصل فيها تسرب بترولي بالظروف اللي بقول لك عليها دي. برضه هذه الظاهرة دي بتبين برضه التسرب البترولي بهذه الصفة اللي احنا قلناها. واضح يا ولاد؟ ديت محاضرة النهاردة من الظروف الأساسية لتواجد وتراكم البترول، وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية نكمل ما تبقى من الظروف وهي وجود المصيدة. ونلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.